بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا أن نقضي هذا الوقت مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بفضيلة الشيخ أجمل ترحيب، ونشكر له تفضله بقبوله إجراء هذا اللقاء معه، والذي يعتبر أول لقاء مفتوح لنا مع فضيلته. فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. السؤال الأول يختص بالشباب. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، يلاحظ على الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها ومراجعتها والاهتمام بذلك وانشغالهم بأمور أخرى، فما هو توجيه فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنني أنصح للشباب ولغيرهم من كل مسلم أن يهتم بالعقيدة أولا وقبل كل شيء، لأن العقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال قبولا وردا. إذا كانت العقيدة صحيحة موافقة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، خصوصا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سائر الأعمال تقبل مع العقيدة الصحيحة إذا كانت هذه الأعمال صادرة عن إيمان خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وموافقة لما شرعه الله ورسوله. وإذا كانت العقيدة فاسدة أو كانت عقيدة ضالة مبنية على العوائد وتقليد الآباء والأجداد، أو كانت عقيدة شركية، فإن الأعمال كلها تكون مردودة، لا يقبل منها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال والأفعال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد النجاة لنفسه ويريد قبول أعماله ويريد أن يكون مسلما حقا، فعليه أن يعتني بالعقيدة، لأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها وما ينقصها حتى يبني أعماله عليها. وذلك لا يكون إلا بتعلمها من أهل العلم وأهل البصيرة، لأن يتلقى عقيدته عن أهل العلم الذين تلقوا عقيدتهم عن سلف هذه الأمة. فلا بد لكل مسلم أن يهتم بتعلم العقيدة ومعرفتها ومعرفة ما يخالفها وما ينقصها. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد ترجم البخاري رحمه الله ترجمة قال فيها: باب العلم قبل القول والعمل. وساق هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، حيث بدأ الله سبحانه وتعالى بالعلم قبل القول والعمل.
قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرتب السلامة من الخسار على مسائل أربع. المسألة الأولى الإيمان، ويعني الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والأقوال الصالحة، وعطف عليه عطف الأعمال الصالحة على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإنما عطفها عليها اهتماما بها. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، تواصوا بالحق، يعني دعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لما اعتنوا بأنفسهم أولا وعرفوا الطريق، دعوا غيرهم إلى ذلك، لأن المسلم مكلف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. فتواصوا بالصبر، هذه المسألة الرابعة، صبر على ما يلاقونه في سبيل ذلك من التعب ومن المشقة. فلا سعادة للمسلم إلا إذا حقق هذه المسائل الأربع. أما الاهتمام بالثقافات العامة والأمور الصحفية وأقوال الناس وما يدور في العالم، فهذه إنما يطلع الإنسان عليها بعدما يحقق التوحيد ويحقق العقيدة ويطلع على هذه الأمور، من أجل أن يعرف الخير من الشر، ومن أجل أن يحذر من ما يدور في الساحة من شرور ودعايات مضللة. لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم، يتسلح بالعقيدة الصحيحة، يتسلح بالإيمان بالله ورسوله. أما أن يدخل في مجالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غير علم بعقيدته وعلى غير علم بأمور دينه، فإن هذا لا ينفعه شيئا، بل هذا يشتغل بما لا فائدة له منه، ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل. كثير ممن جهلوا العقيدة واعتنوا بهذه الأمور ظلوا وأظلوا ولبسوا على الناس، بسبب أنهم ليس عندهم بصيرة، ليس عندهم علم يميزون به بين الضار والنافع، وما يؤخذ وما يترك، وكيف تعالج الأمور. لذلك حصل الخلل وحصل اللبس عند كثير من الناس، لأنهم دخلوا في مجالات الثقافة ومجالات السياسة من غير أن يكون عندهم علم بعقيدتهم وبصيرة من دينهم، فحسبوا الحق باطلا والباطل حق. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، لقد أعرض كثير من الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح لتصحيح العقيدة عليها، مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم والإبانة لابن بطة وغيرها من كتب السلف الصالح التي توضح منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلها، وانشغلوا عنها بقراءة كتب ما يسمون بالمفكرين والدعاة التي يوجد فيها ما ينقض ما في كتب السلف ويقرر خلافها. فبماذا توجهون هؤلاء الشباب؟ وما هي الكتب السلفية التي تنصحونهم بقراءتها وبناء العقيدة وتصحيحها عليها؟ هذا السؤال متفرع عن السؤال السابق، وهو أنه لما عرفنا أنه يجب العناية بالعقيدة، تعلم العقيدة وتعلم ما يجب على الإنسان نحو هذه العقيدة، فإنه يأتي السؤال: ما هي المصادر التي تؤخذ منها هذه العقيدة؟ ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة؟ المصادر التي تؤخذ منها عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان هي الكتاب والسنة، منهج السلف الصالح،
فإن القرآن قد بين العقيدة بيانا شافيا، وبين ما يخالفها وما يضادها وما يخل بها، وشخص كل الأمراض التي تخل بالعقيدة. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرته ودعوته وأحاديثه صلى الله عليه وسلم كلها حول تصحيح العقيدة وتصحيح الأعمال وبيان ما يجب أن يكون عليه المسلم. وكذلك السلف الصالح والصحابة والتابعين وأتباعهم والقرون المفضلة قد اعتنوا بتفسير القرآن وتفسير السنة وأخذ العقيدة الصحيحة منها ودينها للناس. فيرجع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام السلف الصالح، وهو مدون ومحفوظ في كتب التفسير وشروح الحديث، ومدون أيضا باختصاص في كتب العقائد. أما من يتلقى عنهم علم العقيدة فهم أهل التوحيد، علماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة واعية وتفقهوا فيها، وهم متوفرون ولله الحمد، خصوصا في هذه البلاد، بلادنا بلاد التوحيد، بلاد الدعوة إلى التوحيد. فإن علماء هذه البلاد على وجه الخصوص وعلماء المسلمين المستقيمين على وجه العموم لهم عناية بعقيدة التوحيد، يدرسونها ويفهمونها ويوضحونها للناس ويدعون إليها، الرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وصفت عقيدتهم، هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد بالتعلم والسؤال والتفهم منهم. أما الانصراف عن كتب العقيدة إلى كتب الثقافات العامة والأفكار المستوردة من هنا وهناك فهذه لا تغني شيئا، هذه كما يقول القائل لحم جمل غث فوق جبل صعب، هذه كتب لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها. ولكن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة والعلوم الشرعية أراد أن يطلع عليها من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف أن الله علمه العقيدة الصحيحة وحرم هؤلاء الذين اشتغلوا بالقيل والقال وملأوا الكتب والصحف بالكلام الذي لا طائل تحته وشره أكثر من خيره. فلا يجوز لطالب العلم والمبتدي بالخصوص أن يشتغل بهذه الكتب، لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تأخذ الوقت وتشتت الفكر وتضيع الزمان على الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يختار الكتب النافعة، الكتب المفيدة، والكتب التي تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم ما قال الله وقال رسوله، قال الإمام ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان، هذا هو العقيدة الصحيحة وهذه مصادرها وهؤلاء هم رجالها. أما مثقف العصر الكثير منهم يجهل العقيدة وشغل الناس بالقيل والقال وسود الصحف بما لا فائدة فيه، بل بما أكثره تضليل للأفكار وشغل للشباب عن ما يجب عليهم. السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ، كثير من الشباب اليوم زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين واعتبروها غير هامة أو قليلة النفع، واتجهوا إلى ما تسمى بالمحاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة ووضع العالم لاعتقادهم أنها أهم لأنها تعتني بالواقع، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ هذا كما سبق، الاشتغال بالمحاضرات العامة والصحافة
وبما يدور في العالم، الاشتغال بهذا دون علم بالعقيدة ودون علم بأمور الشرع هذا تضليل وضياع. ومن اشتغل بهذا هو على جهل بعقيدته وجهل بالعلم الشرعي فإنه يضل عن سبيل الله ويصبح مشوش الفكر، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعلم العلم النافع أولا، تعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك من الآيات، وقل ربي زدني علما، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على طلب العلم المنزل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم النافع المفيد في الدنيا والآخرة، هذا هو النور الذي يبصر الإنسان به الطريق إلى الجنة وإلى السعادة، والطريق في حياته الدنيوية إلى العيشة الطيبة النزيهة. قد جاء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ونحن نقرأ سورة الفاتحة وفيها الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، ولا الضالين وهم الذين أخذوا العلم أخذوا العمل وتركوا العلم. فالصنف الأول ضال، الصنف الأول مغضوب عليه لأنه عصى الله على بصيرة، والصنف الثاني ضال لأنه عمل بدون علم ولم ينجو إلا الذين أنعم الله عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح. يجب أن يكون هذا لنا على بال. وأما الاشتغال في واقع العصر كما يقولون أو فقه الواقع فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي، إذا تفقه الإنسان بالفقه الشرعي فإنه ينظر في واقع الناس وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح ليميز خيرها من شرها، وبدون العلم الشرعي فإنه لا يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. الذي يشتغل بادئ ذي بدء في الأمور الثقافية والأمور الصحفية والأمور السياسية وليس عنده بصيرة من دينه فإنه يضل بهذه الأمور، لأن أكثر ما يدور فيها ضلال ودعاية للباطل الذي وزخرف من القول وغرور، الذي لا يعرف الحق يقع في الباطل، صلى الله العافية والسلامة. السؤال الرابع يقول فضيلة الشيخ لقد انتشر بين الشباب فكر جديد ورأي جديد، وهو أنهم يقولون لا نبدع من أظهر بدعة إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وبعد أن يقتنعونهم ببدعتهم أي الشباب أنفسهم دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى، فما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية الهامة وما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ أولا البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه هي البدعة. البدعة هي ما أحدث في الدين من زيادة أو نقصان بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالبدعة إذن إحداث شيء في الدين ما ليس منه. وأما الحكم أو أما أن البدعة كما يقول كما ورد في السؤال هي تعرف بآراء هؤلاء وأن ما سموه بدعة يكون بدعة وما سموه غير بدعة لا يكون بدعة، هذا ليس بأهوائهم وليس الأمر راجعا إليهم، وإنما الأمر راجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس السنة ما تعارفه الناس والبدعة ما لم يتعارفه الناس، أو السنة ما رضي به زيد أو فلان والبدعة ما لم يرضى به فلان أو علان. الله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى عقولنا ولا إلى آراء الناس، بل أغنانا بالوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. ليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو أنه سنة حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يحكم على الشخص لأنه مبتدع، فكل من أحدث بدعة في الدين فإنه يسمى مبتدعا ويسمى عمله هذا بدعة. أما فيما بينه وبين الله كونه يعاقب على ذلك فهذا راجع إلى قيام الحجة عليه، إذا بين له أن هذا بدعة وأن هذا مخالف لما جاء به الرسول واستمر عليه فإنه يعاقب عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا فعله عن جهل وظن أنه حق ولكنه لم يبين له فهذا فيما بينه وبين الله لا يكون عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأنه معذور بالجهل. لكن في واقع أمره يكون مبتدعا ويكون عمله هذا بدعة، نحن نعامله معاملة المبتدع ونعتبر أن عمله هذا بدعة لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان جاهلا لا يدري. أما فيما بينه وبين الله هذا فيه التفصيل الذي ذكرناه. نعم. السؤال الخامس يقول: فضيلة الشيخ، يفهم كثير من الشباب اليوم أن معنى كلمة لا يخافون في الله لومة لائم هو مواجهة الحكام وذكر أخطائهم على الملأ في الخطب والمحاضرات العامة، فعلى هذا المفهوم يرون أن الذين لا يخافون في الله لومة لائم هم الذين يذكرون أخطاء الحكام على المنابر وأمام الملأ وفي الأشرطة المسجلة ويحصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك أيضا، فنرجو توجيه هؤلاء هداهم الله إلى سلوك الطريق الصحيح وتوضيح المفهوم الصحيح لهذه الكلمة وحكم عمل أولئك الذين يتكلمون في الحكام علنا. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال العلماء: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحكم مستمر في كل من قال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طاعة لله سبحانه وتعالى ولم يترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من أجل الناس أو من خشية الناس، إن هذا هو الملوم. ولكن قضية النصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام ما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال سبحانه وتعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنصيحة للحكام تكون بالطرق الكفيلة لوصولها إليهم من غير أن يصاحبها تشهير أو يصاحبها استنفار لعقول الناس والسذج والدهمة من الناس. النصيحة تكون سرا بين الناصح وبين ولي الأمر إما بالمشافهة وإما بالكتابة له وإما بأن يوصي من يتصل به ويبين له هذه الأمور ويكون ذلك بالرفق ويكون ذلك بالأدب المطلوب. أما النصيحة لولاة الأمور على المنابر في المحاضرات فهذه ليست بنصيحة، هذا تشهير وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبهم، وهذا يترتب عليه أضرار كبيرة. قد يتسلط الولاة على أهل العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال، فهذه تفرز من الشرور ومن المحاذير أكثر مما يظن فيها من الخير، ليس هذا عن طريق النصيحة. فلو رأيت على شخص عادي ملاحظة أو وقع في مخالفة ثم ذهبت على الملأ وقلت فلان عمل كذا وكذا وفلان عمل كذا وكذا، اعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على شيء لا يخص قوما بأعيانهم بل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لأن التصريح بالأشخاص أو التصريح بأصحاب الأفعال الملاحظة هذا يفسد أكثر مما يصلح، بل ربما لا يكون فيه صلاح وإنما فيه مضاعفات سيئة على الفرد وعلى الجماعة. طريق النصيحة معروف، وأهل النصيحة الذين يقومون بها لا بد أن يكونوا على مستوى من العلم والعقلية والإدراك والمقارنة بين المضار والمصالح والنظر في العواقب. ربما يكون إنكار المنكر منكر، ربما يكون إنكار المنكر هو المنكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية إن الإنكار نفسه يكون منكرا لما يولد من الفساد. كذلك النصيحة ربما نسميها فضيحة ولا نسميها نصيحة، نسميها تشهيرا، نسميها إثارة، ونسميها زيادة شر وفتنة إذا جاءت من غير الطريق الشرعي المأمور به. نعم. السؤال السادس يقول ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه وتمسكه بمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأثر بالمناهج الدخيلة المنحرفة؟ الضوابط الشرعية تفهم من مجموع ما سبق الكلام فيه، وذلك بأن يرجع الإنسان إلى أهل العلم وأهل البصيرة، تعلم عليهم ويستشيرهم ويعرض عليهم ما يدول في فكره من أمور ليستصدر رأيهم في ذلك. ثانيا من الضوابط كذلك التروي في الأمور، عدم العجلة وعدم التسرع في الحكم على الناس، وإنما يتثبت الإنسان على الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين.
قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. تبينوا أي تثبتوا، تثبتوا مما بلغكم، ثم إذا ثبت فعليكم بمعالجته بالطرق الكفيلة للإصلاح والصلاح، لا بالطرق المعنفة أو الطرق المشوشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. قال صلى الله عليه وسلم لبعض فضلاء أصحابه: إن منكم لمنفرين، أيكم أما الناس فليخفف، إن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. على كل حال أمور تعالج بحكمة وروية ودراية وخبرة، ولا يصلح لكل أحد أن يدخل في مجال لا يحسن التصرف فيه. وكذلك من الضوابط أن الإنسان يتزود من العلم النافع بمجالسة أهل العلم والاستماع لآرائهم، وكذلك بقراءة كتب السلف الصالح وسير المصلحين. يطالع سير المصلحين من سلف هذه الأمة وعلمائها، وكيف كانوا يعالجون الأمور، وكيف كانوا يعيذون الناس، وكيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكيف كانوا يحكمون على الأشياء. يرجع إلى هدي السلف الصالح، وهذا مدون في سيرهم وفي تراجمهم وفي أخبارهم وفي قصص الماضين من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق، في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان هو فرد من هذه الأمة، والأمة مجموع المسلمين من أول الإسلام إلى آخره، هذا هو مجموع الأمة. إنسان يراجع سير السلف الصالح وأخبارهم، وكيف كانوا يعالجون الأمور، وما هو هديهم في ذلك، حتى يسير على نهجهم، ولا ينظر إلى أقوال المتسرعين وأخبار الجهلة الذين يحمسون الناس على غير بصيرة. كثير من الكتابات اليوم أو المحاضرات أو المقالات تصدر عن جهلة بأمور الشرع، يحمسون الناس ويأمرون الناس بما لم يأمرهم الله به ولم يأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا صادرا عن حسن قصد وحسن نية. فالعبرة ليست بالقصد والنية، العبرة بالإصابة، العبرة بالصواب، لا بنيات الناس. وأن يقال إن فلان رجل قصده حسن أو فلان رجل صالح وما يقوله صواب وما يقوله حق، ليس هذا هو الضابط. الحق هو ما وافق الكتاب والسنة، أما الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يخطئون ويصيبون، فيقبل الصواب ويترك الخطأ. نعم. السؤال السابع يقول: فضيلة الشيخ، لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة في هذه الأيام مما يتطلب معرفة وتعيين الحقيقين من أهل العلم بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب، فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وشفتهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في الملمات والنوازل وأوقات فجوة الفتن؟ الدعوة إلى الله أمر لا بد منه، والدين إنما قام على الدعوة والجهاد، على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع. العلم هو الأصل، العلم النافع هو الأصل، ثم الدعوة ثم الجهاد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. الإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته
والعمل الصالح يكون فرعا على العلم النافع، لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم. فدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين هذا أمر مطلوب، ولكن ما كل يحسن أن يقوم بهذه الوظائف. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم وأهل الرأي الناضج، لا يقوم بها أي واحد من الناس، لأنها أمور ثقيلة وأمور مهمة لا يدخل ويقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها. ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة، قد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة فيفسد أكثر مما يصلح، قد يكون متحمسا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إصلاح، بل ربما يكون ممن ينتسبون إلى الدعوة من لهم أهواء وأغراض يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة. ربما أن بعضهم يريد تضليل الناس والتشويش على أفكار الشباب باسم الدعوة وباسم الغيرة للدين، وهو يقصد خلاف ذلك، يقصد الانحراف بالشباب والانحراف بأفكار الناشئة وتنفير الشباب عن مجتمعهم وعن ولاة أمورهم وعن علمائهم، يأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر وهذا قصده في الباطن، في حال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون بالناس الشر في صورة الخير. أضرب لذلك مثلا في أصحاب مسجد الضرار، أصحاب مسجد الضرار بنوا مسجدا في الصورة والظاهر للناس أنه مسجد وعمل صالح، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس به ويقره، ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإضرار بالمسلمين ويريدون بذلك الضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، ويريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين الذين كانوا يجتمعون في مسجد قباء. فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء وأنزل قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تبين لنا من هذه القصة العظيمة أن ما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح يكون صادقا بما يفعل، وإنما يقصد من وراء ذلك أمورا أخرى عكس ما يظهر. فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مضللون، فيهم مضللون يريدون انحراف بالشباب، يريدون صرف الناس عن الدين الحق، يريدون تفريق جماعة المسلمين، يريدون الإيقاع في الفتنة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فليس العبرة بالانتساب أو بما يظهر، بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور وبالأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة. يجب أن ينظر فيهم أين درسوا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأوا وما هي عقيدتهم، وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس ماذا أنتجوا من الخير وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم، هذا أمر لا بد منه خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء دعاة الفتنة لأنهم قوم يتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا،
والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم دعاة سماهم دعاة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. علينا أن نتنبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل ما هب ودب وكل من قال أنا أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعو إلى الله. لا بد من النظر في واقع الأمر ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات. فإن الله سبحانه وتعالى إنما قيد الدعوة دعوتي إلى الله دعوة إلى سبيل الله. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله دل على أن هناك ناس يدعون إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار قال سبحانه وتعالى ولا تنكث المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الدعاة يجب أن ينظر في شأنهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قال فيه الإخلاص فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل. نعم. تقلب الشريف. ويقول السؤال وما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم؟ أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحلوا بالعلم النافع وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. يعني الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم. لا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبة لمن يقتدى بهم في بلادنا ومن تؤخذ أشرطتهم ودروسهم فهم كثيرون ولله الحمد معروفون عند الناس لا يجهلهم أحد لا الحاضرة ولا البادية ولا الكبار ولا الصغار. يعرفون أهل العلم الذين يصدر عن أقوالهم ويقتدى بأفعالهم هم القائمون بأعمال هذه الأمة من الفتوى والقضاء والتدريس وغير ذلك الذين عرف عنهم العلم وعرف عنهم التقى والورع. وعلى رأس علمائنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فإنه رجل من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم الغزير والعمل الصالح والدعوة إلى الله والإخلاص والصدق وما لا يخفى على كل أحد. وهو ولله الحمد صدر عنه خير كثير من الكتابات ومن المؤلفات ومن الأشرطة ومن الدروس. وكذلك العلماء الذين يفتون في برنامج نور على الدرب هؤلاء أيضا الأمة ولله الحمد تقتنع من فتاواهم وتصدر عن فتاواهم لما جربت عليهم من الفتاوى الصائبة والأقوال النافعة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أصحاب الفضيلة في القضاة لأنه لا يشتغل بالقضاء ويفت الناس منه في دمائهم وأموالهم وخروجهم إلا وهم يثقون من علمه وعن. فالقضاة في المحاكم أيضا ممن يوثق بهم لأن ولي الأمر ائتمنهم والأمة أيضا ائتمنتهم على هذه الأمور. كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد فضيلة الشيخ ربيع هادي كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح
سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم صبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، يجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، أن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه انحراف في سيره أو في فكره فإنه يؤخذ عنه. نعم. السؤال الثامن يقول: لقد تفشى بين الشباب ورع كاذب، فهو أنهم إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها، ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم، وقد يذكرون أسماء بعضهم ولو كان ميتا بافتتان الناس به، وذلك دفاعا عن هذا الدين وكشف المتلبسين والمندسين بين صوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها، فما هو قولكم في هذه المسألة؟ القاعدة في هذا تنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه للناس، وإذا اقتضى الأمر أنه يصرح باسم الأشخاص لئلا يغتر بهم، خصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السير وهم مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظن، فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر منهم. والعلماء بحثوا في علم الجرح والتعديل، ذكروا الرواة وما يقال فيهم من القوادح، لا من أجل أشخاصهم، وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا القاعدة أنه ينبه على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة. أما إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسمه من أجل تحذير الناس منه فهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يذكر اسم هذا الذي لبس على الناس وروج على الناس، خصوصا إذا كان له نشاط عند الناس ويحسنون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه، لابد من بيان أن هذا الشخص عنده كذا وكذا من الأخطأ لا يثق به ولا يثق بما قدمه، لأن فيه ضرر على الناس. لابد من كشف الأمور لا من أجل تشريح الأشخاص أو التشهي، وإنما من أجل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله. هنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بموضوع الجماعات. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو وصفهم بالإسلامية؟ وما صحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم وإنما جماعة المسلمين واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه؟ الجماعات توجد في كل زمان، والفرق توجد في كل زمان، ليس هذا غريب. قال صلى الله عليه وسلم: فرقت النصارى على 71 فرقة، فرقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الضابط. فالجماعات إنما يجب اعتبار من كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من السلف الصالح. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة، ليس فيها تعدد ولا انقسام
من أول الأمة إلى آخرها هم جماعة واحدة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. أما ما خالفها من الفرق والجماعات فإنها لا اعتبار بها، وإن تسمت بالإسلامية أو تسمت بجماعة الدعوة أو غير ذلك. ما خالف الجماعة التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتسب إليها ولا ننتمي إليها. ليس عندنا انتماءات إلا لأهل السنة والجماعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، هؤلاء هم الجماعة المعتبرة. وما عداها من الجماعات فإنها لا اعتبار بها، بل هي جماعة مخالفة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق، ولكن كلها تحت الوعيد، كلها في النار إلا واحدة. أسأل الله العافية والسلام. السؤال الثاني يقول: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وحكمها حكم بقية الجماعات، فما هو تفسيركم لهذا الزعم؟ هذا كما ذكرنا، الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق، وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب أن لا يعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة. وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ ما خالف جماعة السلفية فإنه جماعات مخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقول إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا غلط. الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والأخذ والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها، وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه لأنه مخالف. وهل يرضى الإنسان أن ينضم إلى المخالفين؟ لا يرضى بهذا المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم: الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على الجبل. نعم. السؤال هنا سؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، ما هي جماعة التبليغ وما هو منهجها الذي تسير عليه؟ وهل يجوز الانضمام إليها والخروج مع أفرادها كما يقولون للدعوة ولو كانوا متعلمين وعندهم عقيدة صحيحة كأبناء هذه البلاد مثلا؟ أنا وضعت قاعدة وقلت إن الجماعة التي يجب الانضمام إليها والسير معها والعمل معها هي جماعة أهل السنة والجماعة التي تسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ما خالفها فإنه يجب أن نتبرأ منه. نعم، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله وأن نبين لهم أخطاءهم وأن ندعوهم إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا واجب علينا. أما أن ننضم إليهم ونخرج معهم ونمشي على تحقيقهم ونحن نعلم أنهم ليسوا على طريق صحيح، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لأنه ولاء لغير جماعة أهل السنة والجماعة. السؤال هنا سؤال يقول: ما حكم وجود أمثال هذه الفرق كالتبليغ والإخوان وغيرها في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عام؟ بلادنا ولله الحمد كانت جماعة واحدة ولا تزال جماعة واحدة، كل أفرادها وكل حاضرتها وباديتها تسير على منهج الكتاب والسنة، تحكم بالشريعة، تأمر بالمعروف
تنهى عن المنكر وتقيم الحدود وتوالي يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. كانت هذه البلاد جماعة واحدة. أما هذه الجماعة الواحدة فيجب أن لا نتقبلها، لأنها تريد أن تنحرف بنا أو تفرقنا، تجعل هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا ما أدري كيف. لماذا هذا التفرق؟ هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. نحن على جماعة وعلى وحدة وعلى بينة من أمرنا، فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عن ما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح، وننتمي إلى جماعات تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا؟ هذا لا يجوز أبدا. نعم الله خير. وفي الختام يا فضيلة الشيخ، هل لكم من كلمة أبوية لأبنائكم الشباب الذين اغتروا بهذه الجماعات ومنهم من انضم إليها أو دعا بدعوتها؟ ندعو جميع شباب المسلمين وخصوصا في هذه البلاد أن يرجعوا عن الخطأ وأن ينضموا إلى جماعة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية المتمثلة في زماننا هذا، ولله الحمد فيما كان عليه أهل هذه البلاد من علمائها وقادتها وعامتها، كلهم نشأوا على التوحيد وساروا على الجادة الصحيحة. فنحن على بينة من أمرنا ننصح شبابنا أن يسيروا على هذه الدعوة وعلى هذه الجماعة وعلى هذه الأمة التي تسير على المنهج الصحيح، وأن لا تلتفت إلى الفرق وإلى الجماعات وإلى الحزبيات وإلى المخالفات، لأن هذا يسلب هذه النعمة عن بلادنا ويشتت جماعتنا ويفرق بين قلوبنا كما هو حاصل الآن. هذا التعادي الذي بين الشباب الآن وبين كثير من المنتسبين إلى الدعوة في هذه البلاد الآن، هذا إنما نشأ من النظر إلى هذه الجماعات والاغترار بها وترويج أفكارها. الأول الذي سبب هذا التعادي بين شبابنا وبين بعض طلبة العلم منا. أما لو أنهم شكروا نعمة الله عليهم وتمسكوا بما أعطاهم الله من البصيرة والدعوة إلى الله عز وجل التي قادها وأقامها في هذه البلاد المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على بينة وعلى بصيرة ونجحت. الآن لها أكثر من 100 سنة وهي ناجحة، لم يختلف فيها أحد، وتسير على الطريق الصحيح، قائمة دولة قائمة على الكتاب والسنة، دعوة ناجحة لا شك في ذلك، حتى اعترف الأعداء في ذلك. الأعداء الآن يعترفون بأن هذه البلاد تعيش ولله الحمد أرقى أنواع الأمن في العالم والاستقرار والسلامة من الأفكار، كلنا يعرف هذا. فلماذا نستبدل هذه النعمة ونتطلع إلى أفكار الآخرين التي ما نفعت في بلادها؟ هذه الأفكار وهذه الدعوات وهذه الجماعات ما نفعت في بلادها، ولا كونت في بلادها جماعة إصلاحية. في نهاية هذا اللقاء المبارك نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على تفضله بإجراء هذا اللقاء معه، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناته. وإلى لقاء آخر من هذه السلسلة مع عالم آخر ومع أسئلة وقضايا جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.